مساء الخيرات. اليوم راح نسوي شاورما اللحم الأصلية، تعتمد على جودة اللحم سواء لحم خروف أو بقر، ويكون فيها شوي شحم، وبنستخدم بهارات معينة يعني بحيث ما تغطى على طعم اللحم، وأكيد بدون ثوم. البهارات: ملح وبشر برتقال وقرفة، بابريكا وفلفل أسود، بهارات مشكلة ورشة خفيفة جدا مسمار. طري لحم لو عندكم. عصير ربع برتقالة وزيت. بفردها في صينية وادخلها الفرن، وممكن تحمرونها في مقلاة على النار. صوص الزبادي والطحينة هو الصوص المعروف، بس بنضيف له شوي عصير برتقال وبشر برتقال، هو اللي بيعطينا الطعم الجبار مع اللحم. طبعا رشة ملح وموية باردة. بندهن الشاورما بالدهن النازل وقت التحمير، وهذا هو سر الطعم وسر الشاورما الأصلية. ونحمرها على الصاج. الله، شفتوا بس الشكل؟ إليكم الله عندي. شمون الريحة وتذوقون الطعم.